عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في الاجتماع هذا الحي مع مجموعة ويكيميديا تونس، باش نحاولوا فيه باش نقدموا الجمعية ولا المجتمع ويكيميديا في تونس، واليوزر جروب مجموعة مستخدمي ويكيميديا تونس معترف بها من مؤسسة ويكيميديا. وإذا كان فما أسئلة ولا تساؤلات نرحبوا بكم الناس الكل باش تقدموا بالأسئلة متاعكم على الشات، ولا حتى كيف تلقاو الفيديو هذه على اليوتيوب تحطوا لنا دي كاستيون في الكومنتات متاعكم. ويكيميديا تونس هي حاليا الفريق متكون من الأعضاء آتي ذكرهم: سي سامي الملوحي، سي حسام الدين تركي، دموازيل أفاق بن شاهد، سي حامد كمعون، وحبيب مهني. دونك إذا كان يحب يتفضل كل واحد يقدم روحه للمجموعة. تفضل سامي. سامي الملوحي، عضو في ويكيميديا تونس من 2015. توا دخلنا في مرحلة التكوين، يعني كونا مجلس الويكيميديا تونس، و يعني هيكلنا ويكيميديا تونس، و إن شاء الله تكون عندنا برشا حاجات باهية إن شاء الله مع بعضنا. حسام؟ عسيبة يا جماعة، اسمي حسين الدين تركي، ويكيميديا من عام 2009، نخدم بالأكثرية اتسيتيرا كاو. هذا هو ريس نما انتخبت في المجلس بتاع ويكيميديا تونس كاو، ان شاء الله نعملوا حاجة بيه. وكاو شكرا حسام. أفاق؟ عسلامة، مرحبا بكم الناس كلها. اسمي أفاق بن شاهد، عضو في مجموعة ويكيميديا تونس من عام 2016، عضو منتخبة في البيرو الجديد بتاع ويكيميديا تونس، ونخدم على الكوميونيكاسيون مع أعضاء المجموعة. مرحبا. شكرا أفاق. حامد؟ عسلامة بكم، عسلامة ومرحبا بكم. حامد جمعون، عضو قديم في ويكيميديا تونس من 2014، وتوا تريزوري ويكيميديا تونيزي. ان شاء الله من هنا في المده الانتخابيه نتاعنا من 2020 ل 2022 نعمل حاجات ترتقي بالمجموعه وتكون في حسن ظنكم. شكرا حامد. حبيب مهني، ويكيبيديا من سنة 2010، وعضو مجموعة ويكيبيديا تونس من 2014 مع التأسيس، وحاليا كاتب عام المجموعة ولا البيرو المنتخب حديثا. ولا هذه البرزنتاسيون بتاع الفريق، ان شاء الله نقدم حاجة باية في المدة هذه. وبطبيعة احنا من نجم نخدم كان معاكم توما وبكم توما، لذلك ما تتردوش سواء في الايميل ولا في الريزو سوسيو باش تتصلوا بينا وتعطيونا اي اقتراحات تشوفوها تخدم في مصلحة الفريق. سامحني نتفضل سي خالد عيسى. نكملوا السيسيون هذه ولا الجلسة هذه باش تكون فيها برزنتاسيون صغيرة، تقديم صغير للمشاريع ويكيميديا والمشاريع اللي نخدموا عليها وعلى الأقل تفهموا شنو معناتها ويكيبيديا ويكيميديا والفرق ما بيناتهم، وبعدها إذا كان فما أسئلة مرحبا بهم. على فكرة البريزنتاسيون هذه تنجموا تلقاوها في اليان تاع ولا في الفتشات تاع السيسيون، تنحطوا لكم بعضها تنجموا تتبعوها.
بالنسبة للناس اللي ما تعرفش ويكيبيديا، هي بدأت من فكرة من زوز من الناس في أمريكا. واحد منهم قال نتخيلوا عالم يتاح به لكل شخص في الكوكب أن يعطى مدخلا مجانيا إلى جميع العلوم والمعارف البشرية. هذا هو ما نفعله في ويكيبيديا، معناتها من سنة 2001 بدأ المشروع ويكيبيديا، والهدف منه هو باش الناس الكل في العالم الكل يتحصلوا على جميع المعلومات والمعارف نتاع البشرية بلغتهم. ويكيبيديا شنية؟ ويكيبيديا هي موقع انترنت، ويكي يخدم على الموديل ويكي. الموديل ويكي هو المشاركة نتاع المشاركة نتاع العباد، هي أهم حاجة في الويكي، لأنهم هم ينجموا يكتبوا في الموقع هذايا. وإذا كان نشوفوا ويكيبيديا هم متكونة من زوج أجزاء، ويكي وبيديا. ويكي هو هي عبارة كانت تستخدم في جزر هاواي على كما نقولوا احنا توك توك، اللي يتعدى من بلاصه لبلاصه فيسه فيسه، دونك فيت فيت. وبيديا هي التعليم، دونك تعلم بسرعه. هي موسوعه جامعه بكل اللغات حاليا اكثر من 300 لغه موجود فيها ويكيبيديا، الموقع الموسوعه هذه. والموسوعه هذه هي حره، والحريه هي حريه الانترنت وحريه البرمجيات الحره على مستوياتها الأربعة، مستوى 0، 1، 2، و3، اللي هما المستوى 0 حرية الاستخدام، يعني أنت عندك الحرية بتستعمل الشيء هذايا، الموسوعة هذه تستعملها بدون حتى مقابل. دونك أول حاجة الحرية 0 هي حرية الاستخدام. الحرية الثانية مستوى 1، مستوى 1 هو إذنك تنجم تشوف المصدر، معناتها المكونات كيفاش تخدمت الموسوعة هذه، كيفاش تخدم هالسيت هذايا. لذلك احنا في ويكيبيديا نجم ندخل للسورس، دونك هو المصدر، ونجمو نشوفوه شنو. دونك هذه هي الحرية، حرية الاطلاع على المصدر، اللي مش موجودة في بعض الحاجات الأخرى. دونك نجم تدخل ولا تاخذ لوجيسيال، نجمش ما تعرفش كيفاش يخدم. دونك باش تعرف باش يخدم لازمك تشوف السورس نتاعو كيفاش مكتوبة. الحرية الثالثة نيفو 2 هو نجم تبدل المصدر هذاك، معناتها اذا كان عندك القابليه وعندك ما يثبت ولا عندك الكفاءه باش تبدل المحتوى نجم تبدله، معناك الحريه باش تبدله. والمحتوى الاخير والمستوى الاخير هي اعاده النشر، معناتها الشيء ولا الموسوعه هذيك ولا اللوجيسيال هذاك ولا صوره هكيه نجم تعاود تنشرها ولو حتى بمقابل. تنشوفوا لي ليسانس، الليسانس اللي نستعملوه في ويكيبيديا، تنجم بالليسانس تاع ويكيبيديا تعاود تنشرها حتى بالمقابل، دونك بوت كوميرسيال. لذلك ويكيبيديا تستعمل الرخصة حرة، والرخصة الحرة مستعملة في موسوعة ويكيبيديا هي رخصة الكرياتيف كومنز. الكرياتيف كومنز المشاع الإبداعي معروفة باللوجو سي سي كرياتيف كومنز، تبدأ بالحرية المطلقة اللي هو الدومين قريب للدومين بوبليك، ما هو سي سي زيرو، معناتها عندك الحرية تستعمل المحتوى هذاك من غير حتى ترخيص ومن غير حتى طلب باش تعاود تستعمله. دونك تنجموا تشوفوها، هذه هي النيفو ولا الحرية المطلقة، الحرية صفر سي سي زيرو. بعدها الحرية ولا الرخصة سي سي باي، دونك باي هو الشعار بتاعه ولا التيبونوم هذا، معناتها كيف تستعمل محتوى ولا تستعمل صورة ولا تستعمل لوجيسيال يلزمك تذكر شكون الصانع الأصلي بتاع اللوجيسيال هذا، الصانع الأصلي يلزمك تذكره، دونك سي سي باي. بعدها المستوى الآخر كيف سي سي باي اس اي اس اي شير لايك، معناتها لازمك تعاود تنشر المحتوى هذاك بنفس الرخصه، بنفس الحقوق، بنفس الرخصه.
بعد نتعدى للرخص اللي مش مستعمله في ويكيبيديا نيفو 3 دكه. الرخص الاخرى هي رخص تبقى في الكرياتيف كومنس حتى كش السي سي هذه، لكن ماهش ما نجموش نستخدموها في ويكيبيديا. الا تلقاو محتوى فيه الان دي عندي نو ديريفاتيف، معناتها ما لازمكش تبدل المحتوى هذاك، ولا ان سي معناتها نو كوميرشال، معناتها ما لازمكش تعاود تستغل المحتوى هكا في اهداف ربحيه، ولا كلهم مع بعضهم. هذا مش مقبول في ويكيبيديا. باش تستعمل ويكيبيديا لازم تكون الرخصه يا سي سي 0 سي سي باي ولا سي سي باي اس اي. هذا من الرخص الموجودين في ويكيبيديا. واللي يحب يستعمل الصور في ويكيبيديا، دونك من اهم الحاجات هي لازم يعرف الرخصه الصوره اللي باش يستعملها في 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 موقع ويكيبيديا لازم تكون الرخصه نتاعها سي سي باي اس اي على اقصى تقدير. الرخص الاخرى الكل ماش مسموحه، وبطبيعه الرخصه اللي هي السالبه للحريه الكل هي الكوبي رايت، اي جميع الحقوق محفوظه، ما عندك ما تستعملهاش بالكل. احنا اش نحكيو توا اكثر حاجه على ويكيبيديا. الناس كل تسال شنو هي ويكيبيديا وكيفاش نجم نساهم في ويكيبيديا. بالنسبه لويكيبيديا عندها اسس خمسه هي موجوده في الويكيبيديات الكل. احنا قلنا ويكيبيديا موجوده بلغات كثيره، اكثر من 300 لغه. اللغات هذه ولا الويكيبيديات هذه تشارك الكل هي في الخمسه اسس منظمه ويكيبيديا. اول حاجه ويكيبيديا هي مشروع موسوعه. اش معناتها مشروع موسوعه؟ معناتها الاحداث ولا المنشور في ويكيبيديا ما يجموش يكون ابحاث اصليه. اذا كان تحبوا تتبعوا بالضبط نعطيكم اليوم بعد الرابط للركائز الخمسه هذه بتاع ويكيبيديا. ويكيبيديا مشروع موسوعه تقدم معلومات من الموسوعات العامة والمختصة والدوريات، لا تسمح بالأحداث الأصلية بالأبحاث الأصلية، بل تهدف للدقة الموثقة، فأي مواد غير مدعمة بمصادر يمكن مسحها. لذا رجاء استشهد بمصادر معلوماتك. ويكيبيديا ليست مكان لوضع الآراء والتجارب والتحاليل الشخصية، وليست مخزن لكل أنواع المعلومات، ولا منبر سياسي ولا مطبعة خاصة، ولا دليل مواقع ولا تجربة في الفوضوية والديمقراطية، وليست مخزن الوثائق ومكان هذه الوثائق في المشاريع الشقيقة كما باش نشوفوا بعد تالي ويكيميديا كومنز ولا مشاريع الشقيقة الأخرى لويكيبيديا. الأساس الثاني لويكيبيديا هي وجهة النظر المحايدة. تعتمد ويكيبيديا وجهة النظر المحايدة، وهذا يعني أننا نحاول جهد أن ليلى تدعم المقالات رأيا واحدا، مما يتطلب أحيانا طرح وجهات نظر متعددة تصف كل منها بدقة مع تقديم معلومات خلفية عن كل وجهة، وبدون تقديم أي رأي على أنه صحيح أو الأفضل. وكذلك هي وجهة النظر المحايدة. من جمش يكون مقال في ويكيبيديا يتبع فكرة واحدة ولا رأي واحد، لازم تكون وجهة نظر محايدة. الأساس الثالث، ويكيبيديا هي مشروع موسوعة حرة المحتوى. حرة المحتوى يستطيع الجميع تحريرها، اللي هي الحرية رقم نيفو 2 رقم 2، وكل النصوص متوفرة تحت رخصتين، يا رخصة جنو اللي هي مقابل لرخصة كرياتيف كومنز، أو رخصة كرياتيف كومنز المشاع الإبداعي كرياتيف كومنز. هذا هو مش معناتها رخصة موسوعة حرة، مش معناتها حرة كما يقولوا بعض المبتدئين راهي حرة معناتها نكتب فيها اللي نحب، لا، حرة معناتها هي عندها المحتوى نتاعها حر، يعني نجم تعاود تستعمله، نجم تبدل فيه. الأساس الرابع هو أدب النقاش. هي مجتمع ويكيبيديا يخدم من أسس ويكيبيديا اللي هي قائمة على مجتمعات، المجتمعات تخدم مع بعضها وتتشارك مع بعضها، هو محتوى تشاركي. يلزم الخدمة تكون تحت
تحت باب احترام النقاش وأدب النقاش. اليوكيبيديا قواعد نقاش: احترم زملائك وإن اختلفت معهم، كن مؤدبا وتجنب تعارض المصالح والتهجمات الشخصية أو التعميمات. هذايا من أهم الركائز في اليوكيبيديا هي أدب النقاش، والمجتمع الويكيبيدي ما يتسامحش بالكل مع أي إخلال للأساس هذا. والأساس الخامس: لا توجد قوانين صارمة أبا لسي برانسيب فونداتور هذومي الأسس اليوكيبيديا، ما تفناش قوانين صارمة. لذلك نشوف ولا كل مشروع وكل حتى ويكيبيديا عندها قوانينها خاصة بها، المجتمع هو تفاهم باش تكون موجودة هالقوانين هذية. مثلا تنجم تلقى معايير الملحوظية في ويكيبيديا العربية مختلفة على معايير الملحوظية في ويكيبيديا الفرنسية. بالنسبة ما معناتها معايير الملحوظية، هي كما قلنا مشروع ويكيبيديا هي موسوعة عامة، لكن ما نجمش تكتب فيها على كل شيء. لازم الموضوع اللي تكتب فيه في ويكيبيديا يكون يستوفي الملحوظية، أي يكون على الأقل فما دي سور سيكوندير اللي حكاو عليه الموضوع هذاك. دونك لهنا نوصلوا للمشاريع ويكيميديا. هنا فرق ما بين ويكيبيديا اللي تشوفوا فيها لهنا اللوغو نتاعها هو هذا، الناس الكل تعرف ويكيبيديا، لكن فما مشاريع أخرى تنضوي تحت مشاريع ويكيميديا. ويكيميديا هي الشعار متاعها هو هذا، ويكيميديا هي المؤسسة الغير ربحية التي تؤمن استمرارية المشاريع فيما يخص الخواديم وفي الستاف اللي هي بتطوير البرامج في ويكيبيديا والمجتمعات الويكيبيديا. دونك هذه ويكيميديا هي مؤسسة لهي بمشاريع ويكيميديا. ويكيبيديا قلنا فيها برشا لغات، اللغة العربية فرنساوية أكثر من 300 لغة. نتصوروا إذا كان واحد يحب يحط صورة ولا ملف مرئي ولا سمعي في مقال، نفرضه على تونس في ويكيبيديا العربية. الويكيبيديات الأخرى، دونك هذا نحكي قبل كيفاش كان يصير، لازم يهزوا نفس الملف ويحطوهم في الويكيبيديات الخاصة بهم. في الويكيبيديا الفرنسية يهز نفس الملف ويحطه إلى غير ذلك. وتفاهموا بعدها في عام 2004-2005 باش يكونوا مشروع آخر اسمه ويكيميديا كومنز. ويكيميديا كومنز هذا هو باش يكون باش يكون لو ديبو مخزن لكل الملفات التي تستعمل في مشاريع ويكيبيديا. دونك في عوض تحط تصويره في ويكيبيديا طول، لا تحطها التصويره ولا الفيديو ولا البي دي اف في ويكيميديا كومنز، وبعدها تعمل رابط في مقالة ويكيبيديا للملف هذاك اللي هو موجود في ويكيميديا كومنز. ويكيبيديا والمشاريع الكل تخدم تحت برنامج ميديا ويكي اللي هو ينجم يبعث ويكيبيديات، نجم تصنع به ويكيبيديا إذا كان عندك منظمات، نجم تعمل ويكي خاص بك أنت، والتطوير على المشروع هذا يتم في موقع ميديا ويكي. حبذ مثلا حسام الدين يحكينا على موقع فينو هو مش موجود. موجود. ويكي داتا حسام. وي. بون بالنسبة لويكي داتا هما ال نسمع فيك. هما ال ويكيميديا فونديشن، ما عنديش كل شيء ويكيبيديا كاو كيما قاسم. معين من المعلومات بالكونيسانس من هذوما الكونيسانس هما سكون ابيل لي دوني ستركتوري، معناتها المعلومات اللي منظمه بصفه نجم لي تقرا نجم العباد
تستغلهم مثلا بتابلوات، تخرج منهم تابلوات، تخرج منهم دي فيجور دي ستاتيستيك اتسيتيرا. في هذا قبل ايش كان يصير، كانت ويكيبيديا عندها سكون ابيل لي زانفو بوكس، تخلي فيهم هالجداول اللي تلقاهم في كل ارتيكل ساعات تاع اللي ميت مش كونش على اللي عندهم علاقه بويكيبيديا كهو، وليت عندها دي باز دوني ستركتوري اخرين، مثلا بتاع الطب بتاع ليجين، باز دوني بتاع ليجين، مثلا الباز بتاع مثلا المعالم التاريخيه مثلا اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك وليت حاجه باز دوني عملاقه شويه، ادي كود نجم تكون عندها فايده صفة خاصة للجماعة اللي يخدموا على التكنولوجيا وكيمي، تنجم تكون حتى للجماعة اللي يخدموا على في الانفورماتيك ولا في الميديسين ولا في اي دومين. شفت على العباد اللي يمكن عندنا عباد جدد معانا على ويكيبيديا. ويكيبيديا جزء يعني سامبلومون هي ويكيبيديا، ويكيبيديا هي سبيسيفيك يعني حاجة نقولوا جندا. لازم تدخل تدور على تدور على مقالة فيها على تونس، تكتب تونس تجيك المقالة تقرا تشوف المعلومات نتاعك. هي عبارة على ويكيبيديا ديناميك، يعني انت تنجم تدخل للويكيبيديا وتسألها كريمو، يعني تقول لهم مثلا يعني قديش فما من البلاد في شمال افريقيا ولا قديش بلاد في القارة الافريقية، تعطيك هي باللي ديتاي ولازم تعطيها دي كونديسيون يعني. يعني وفيها حاجات اخرين، اما يعني ثانية بالنسبه للعباد اللي اول مره تسمع بويكيبيديا هي عباره على انها يعني حاجه نجم انت يعني انتراكتيف، نجم انت تتحامل معاها، يعني هي موضوع انتراكتيف، نجم تلوش فيها على برشا حاجات وتسال وتنجم حتى تعمق الالف نتاعك. ماهيش كيما ويكيبيديا هي موضوعه انك تكتب عليها، تكتب يعني تلوش على حاجه معينه تقرا المعلومات اللي فيها وكهو، ما كيما تنجمش يعني تسالها يعني يا كيف سواء كيما ويكيبيديا ولا حتى المواقع القديمه كيما كارتا ولا يونيفرسيتي اللي تسمع. صحيح كنت نجم موسوعة يعني تسالها تقول لها اعطيني قداش من قداش العدد مثلا قداش من بلاد الحوض البحر المتوسط، نجم اما يعني كي تبدا الديناميك يعني انت نجم تتعامل مع الداتا اللي هي معلومات يعني تسال، فهذيك عباره على الداتا. اما راه فيها حاجات اخرين ما يجوز للمتعمقين يعني وضعوا مثل المطار اللي هي الحاجة هذه ومن بعد كما حاجة أخرين يعني يعني بالشوية شوية نجم نتعلموا الكل مع بعض. شكرا شكرا حسام الدين، شكرا سامي على التوضيحات هذه. كيف مع ويكي ديتا فما موسوعة للأخبار اسمها ويكي نيوز، موسوعة للأحياء البشرية ويكي سبيتشيز، للمقولات ويكي كوت مثلا. كيف عنا موسوعة عبارة على قاموس ويكي قاموس ويكشنري، ويكي للوجهات السياحية ويكي فواياج، والمشاريع هذه كلها تحت غطاء مؤسسة ويكيميديا اللي تتبنى هالمشاريع هذه. وأي واحد ينجم يختار المشروع اللي يحب يخدم فيه ويساهم في مشاريع ويكيميديا. ولا وصلنا لكان فما أسئلة ولا تحبوا تعرفوا حاجة أخرى مرحبا بكم، خصوصا في الشات معناتها سهل برشا الشات اذا كان عندك انت على البي سي. دونك الفوق عندكم هنا اليام تاع الشات، تنجموا تكتبوا الاسئله نتاعكم هذه واحنا مستعدين باش نجاوبوا عليها الكل. يعني حتى اللي يتكلم حتى اللي يحسن يتكلم يطرح سؤال مثل شيء مثل نكتب معكم حتى نجمو نعمل حاجة أخرى، نعملو سيسيون دو تشات ان ديريكت اللي كان تحبو زادا.
نجم تدخل اللين الموجود في الشات وتطرحوا الأسئلة متاعكم ونجاوبوكم اون ديريكت. نظام متاش اللي يحب يسأل في الأثناء حاجة ينجد على دو وحتى رمارك أنا مش لازم سؤال أنا ما حتى المشكلة وي تك قالك تجموش يا تعملوا لي ميكرو دي بنتي بدك نظام من عنده هو تنجم تكتيف الميكرو ظفر اصلا من اسكل تسمع فيها هيك انا ظفر من نصراوي اركيتكت اوربانيست عندي 3 سنين حال بيرو اركيتكتور ونخدم في دي بروجي في السوسيتي سيفيل حبيت نسال دو كيستيون في الحكايات اللي نخدم فيهم معناها اللي دخلت عليهم وحبيت ندخل الويكيديا اول حاجه اسك عندكم بروجي على الاكسيسيبيليتي دي بيرسون handicapé l'information sur internet que ce soit transformation des informations en vidéo des techniques modernes les personnes à mobilité les personnes handicapées l'information c'est une haja question sur le patrimoine puis on a un patrimoine délaissé ناخذ الاكزامبل مثلا حمام لهم كلها باتريمون ديليسي معناها الكازينو القصر الباي ما تمش عليهم ديزانفورماسيون قليل على الاخر في تونس اون سانتريس ديما للباتريمون اللي في معناها كارتاج وفي البانليو نور وفي لي سونس هذوك اسكو ثم ان بروجي فالوريزاسيون للباتريمون اللي هو ديليسي اللي ما يخزرولوش العباد على خاطر عندنا مثلا في تونس باتريمون كولونيال هو باتريمون تري امبورطون مي العباد ما هيش تكونسيدري فيه كاينو باتريمون معناها ميم حتى تنجم تطيح وكل شيء اور نتصور ميسيون تاع ديزانترنوت واللي يلموا في دي دوكيومونتاسيون انهم يخلدوا او موا ليستوار ويخلدوا الميموار تاع الباتريمون هذايا مش حتى كان طاح ولا تدمر ولا تبدل يبقى في الميموار كولكتيف اي ميرسي بان نبدا نجاوبنا بالنسبة لحكاية الاكسيسيبيليتي في ويكيبيديا خدموا عليها صارين انتو الو اي
باه اللي قلته اللي هذا شكون خدم للبيسان افاجل خدم لهم توسكي معناتها تاع التكتيكل ويحطهم في الانترنت باش اللي ما ينجمش يقرا على خاطره افاجل وكذا ينجم يقرا ينجم يسمعوا معناتها العوض يقرا اما باه موجوده في الفرنسي موجوده في كيك ارتيكل بالعربي اما مازال ما تطورتش في نوض نسبة للي سوريي فما بروجي اسمه كيبيديا يوبيتر تجم تعمل فيه دي نوبيل لونج مع تزيد ويكيبيديا بلونج جديدة اوكي باه اللي صار اللي جمعية صكم بكم في تونس عمل حبت تعمل ويكيبيديا بلغة الإشارة باه بديت عن 2003 هكذا 2014 مي اي سمعت ديسيني تونيزيان نعم حديت مي وعملنا الكونفيرسيون تاع توسكي الحركات وكل شيء اون ديسيني هكا فيزيال من بعد ما مشيتش بان لقينا مشكله طاو هما بليتو مشكله في اللي ممكن تكنيك وقفا صالوا 4 سنين هكذا واقف هذا حكيت الاكسيسيبيليتي ما فما خدمة وإذا كان فما كومينوتي معناتها تحب تخدم على الموضوع تنجم سينو بالنسبة للريتاج فمشروع اسمه مدينة بيديا أفاق مدوازيل أفاق تنجم تحكي عليه هزيد اللي هو شدينا معناتها عملنا توسكية دوكيمونتاسيون بتاع المعالم الموجودين في بلاد العربي بتاع تونس وصفاقس توا هي تخدم على دوكا دونك خدمنا ناخذ تصاور بتاع المونيمون مثلا موجودين في بلاد العربي ونعملوا عليهم دي ارتيكل نلوجوا على دي ريفيرونس المكتبات اللي موجودين ثم بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث كاو خرجوا دي ارتيكل وهنا بي اف وارد بون ريزلتا واضح سامي كان نجم تزيد تحكي لنا شويه عليهم على المونيمون في تونس اي وزيد حتى شوي باش نحكي لك شويه على بالنسبه لل يعني الفقه دي مثلا البصر يعني حكينا يعني هم برشا خدمه عليهم تعرف يظفر اللي مثلا في ويكيبيديا الناس حتى لو الصوت نتاعنا نسجلوا الارتيكل هو بيدو اللي يزيد اللي تقراه انت نسجلوه بصوتنا ونحطوه غادي لانه كما تعرف انت ويكيبيديا انا نكتب ارتيكل نجم انت غدوه تدخل تزيد انفورماسيون جديده وغيرنا يدخل يزيد انفورماسيون جديده معايا ولا؟ ايه المشكله هي في الميزاجور يعني انا خاطر كيف نسجل الارتيكل نسجلوا على اللي تاع اليوم اللي موجودين اللي انفورماسيون موجودين من اليوم نجم غدوه مثلا ما نحكي ديما باكزومبل تاع تونس تصير انسيدون غدوه في تونس ولا مثلا تصير حاجه اخرى في تونس ولا مثلا تونس تقولوا هذا كوب دو موند في الركبي فرضا مثلا باش نزيد هنا معلومه تونيزي المشكله انا وقت سجلت الارتيكل نتاعي البارح ولا البارح ما فماش المشكله كلها في الميزاجور يعني هذه من الديفو صغار اللي في الديفو صغار تنجم تلقاها لازمنا نحكوا برشا كونتريبيتور وبرشا يعني برشا شكون ديما اجور لي ارتيكل الكل برا يعني هذه من الحاجات اللي يعني انا خدمت شويه عليها على يعني هي لفقد البصر يعني بالنسبه زاد نقولوا نحن على براي صارت تجربه صغيره تفيد على انه تقنيه براي ماهيش في فيزابل تو ماهيش في فيزابل يعني خاطر كي نحكي ونجم تلقى دي زيدي وتلقى يعني تيوريكمون تلقى برشا حاجات مي في البلان براتيك يعني مش كل شيء كيما قلت نحكي لك يعني مثلا الميزاجور هي حاجه معقده شويه بالنسبه للليمونيمو السؤال الثاني مونيمو خدمنا عليهم برشا ما يمكن بالحق يعني حمام لامب يمكن ما كانتش ما محطاتش شويه بالاهتمام باش نفصل لك البروجي نتاع مدينه بيديا اللي خدمناه مدينه بيديا عباره على انه باش ناخذوا الليمونيمو اللي في برشا بقايا هو تخدم في مدينه تونس تخدم في مدينه صفاقس يعني خدمنا على المدن العتيقه يعني لمدينه تونس مدينه صفاقس
ناخذوا لي مونيمون نتاعهم المونيمون الموجودين الكل نعملوا لهم ريفونسمون شنو الموجودين من بعد نكتبوا لي زارتيكل يعني ارتيكل على ويكيبيديا زاد نخرجوا نعملوا تصاور لكم دي مونيمون عندنا شلون تصاور من بعد شنو نعملوا نتعاملوا نعملوا كيور كود ما بيه الكيور كود ولا صحيح بعد نعملوا كيور كود على بلاك موجود على نحطوه نحن على المونيمون إذا في واحد يسكانيه تمشي للارتيكل اللي حاجتك بيه الارتيكل الموجود على المونيمون ذاك يعني بريمو يعني بحق تحس روحك نجم برشا عباد مثلا ما تعرفش المدينة نتاع صفاقس نجم تدور فيها مدينة صفاقس من غير حتى جيد يعني تحب تعرف شنو المونيمون ذاك تعطيت عليه جست تسكاني بالسمارت فون نتاعك تسكاني الكيور كود يمشي لك طول الارتيكل اللي يمكن تدور سهلة ماهيش سهلة راه خاطر مثلا مدينة تونس يمكن بحق مونيمو يعني بالحق يعني تعبنا بالكدا فيه يعني حتى مدينة صفاقس تعبنا برشا يعني تعبوا يعني انا ما كنتش معاهم عضو تعبوا برشا فيها خاطر يعني لازم كل ارتيكل تكتب له كل مونيمو الارتيكل نتاعو زاد احنا كي خدمنا مدينة تونس على مدينة تونس ما كناش يعني ماهيش ليزانديجين يعني مش لولاد البلاد يعني حابين حتى لي توريست يعني لازمك تعمل كل ارتيكل او موان تروا لونغ يعني ستوندار الفرنسي الانجلي العربي يعني هذه من الحاجات اللي باهية ما عادش انت تحب تجاوب مثال كيف كيف تذكر حامل الامت يعني تمشي لما تمشي مدينة تونس توا تمشي اي 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 نعرفها البلاك اي مدينة تونس هم بلاك توا على مثلا على اي اي نعرفهم نعرفهم كلهم دجا اي تمام هذوكم وين دار الاسرم وين كلاب حداد وين هذيك مشروع مدينة بيديا يعني اللي هذيك هي اللي نقولوا نحن شنو خرجنا به من المشروع يعني ومازال حتى فما يعني جوست فما ديفون تاع بيدجي سينو مش تلقى يعني اللي مونيمون كل في مدينة تونس ديبوزي يبداو فيهم دي كيور يعني دي بلاك فهمت ما عادش كان كنت موتيفي تنجم تتصل بينا يعني ونحن جوست نسهلوا لك يعني خطر بالحق يعني ما نجموش نحن يعني بالحق يعني عندنا نحبوا نعملوا كبيرة كبيرة في تونس ونجموا يعني نعملوا يعني تونس كل نرجعوا نميوريزي يعني ما فهمت كسور بقع حلو عاش كنت فهمت الكونسيبت يعني اي فهمتك بالقدا انا جست باش نكمل على كلامك هي اللي دي منين جاتني معناها عندي عامين التالي شاركت في سمر سكول في صربيا سمر سكول هذه صرت دوكيومنتاسيون تاع لي مونيمون هيستوريك مولتها لليون اوروبيا شنو الخدمه في الدوكيومونتاسيون هذه انه يصير 3 دي سكانينغ معناها يتسكانوا لي دوكيومون معناها البنيات هذوك الباتريمون ويتحطوا في لي سيت انترنت باش كي تدخل للسيت انترنت تنجم تعمل فيزيت فيرتوال معناها بخلاف انك تقرا لي دوكيومون اللي موجودين على الباتيمون هذيك والتكنيك هذه ماهيش تكنيك صعيبه معناها تكنيك سهله على الاخر معناها نجموا صرت ايكيب نتاع 5 بيرسون ينجموا اي باتيمون يعملوا لها 3 دي سكانينغ زرتو كي تبدا الفالور نتاعها امبورطون في نهار ومن بعد البروسيس نتاع انها باش تولي فيزيت فيرتويال تبقى جمعه حكايه كيك معناها حاجه في زابل وحاجه ماهيش كل ايتوبيك برشا سي ظافر لا حبيت نرجع احنا المشكله مش في الفيزابيليتي ولا في لي بروبليم تكنيك احنا باش تعرف اكبر حتى حاجه فريمون كبيره ياسر لما نجمناش نتعداوها هي لي زوتوريزاسيون مثلا احنا عندنا كونكور دو فوتو ليبر اسمه ويكي لافز مونيمنتس اللي هو كل عام يصير في العالم الكل ويصوروا فيه لي مونيمون كلاسي احنا تبعنا الليست نتاع الانستيتيو ناسيونال دو باتريمون على فما ظهري 934 موقع في تونس ظهري تزادوا الايمات هذه ونمشيو نصوروهم اكثر حاجه تعطلنا هي تصريحات حتى باش تدخل تصور كل يقول لك ممنوع وما يخليكش فيما بالك انت باش تعمل له سكان 3 دي فريمون معناتها وقتها سي فريمون نحاولوا باش يكون عندنا لوبي كبير نحاولوا باش نخدموا بال نجم نخدموا به طبعا من غير اوتوريزاسيون باش حتى كيفاش نقدموا دوسي لوزاره الثقافه ولا حتى فما مواقع مش حتى تابع وزاره الثقافه فما مواقع نذكر تابعين وزاره الدفاع معناتها يوسفي انت تقرب معك كاميرا صاي تمشي على
تخطف مغازي. دونك احنا لازمنا الساعة نشوفوا نعملوا لوبي قوي برشا, واللوبي هذا كان نجم ندافعوا به باش نخدموا لي بروجي هذوما. بالحق سي انتريسان باش نخدموا السكان 3 دي معناتها الباتريمون ويقعد حاجة معناتها بوغ ليتيرنيتي. مشكلة في التصاريح وفي وفي البيروقراطية اللي موجود فيها الإدارة التونسية, اللي بالحق هي مشكلة كبيرة كبيرة على الآخر. صحيح. الو نجم داخل سي خالد. تفضل سي خالد. برافو عليكم على الجوجات هذه. عسلامة سي سامي, عسلامة الكل سي الحبيب. احنا كان تعرف سي الحبيب احنا بدينا بالمشروع بتاع ويكيسوس وحبينا نعملوا له كيو ار كود كما قلت. فما صعوبات تعملت الحكايه هذه بانه كان جمعيه بحوث ودراسات في ذاك السوس ريل السوس شادين صحيح. خاطر علاش احنا كبحوث عندنا ابحاث قامت على المعالم التاريخيه الموجوده في سوس, وحبيناها كما قال الاخ سامي بانه هذا كان يتجسم في حتى اقل حاجه هي ممكنه هو بلاكا التعريف بهالمواقع التاريخية بك كيو ار كود. معلش سبقونا فما كارتاجين وفما مدينة سوس تونس هذا سبقت الحكاية هذه وعملت ومنشدش فيه كوميلفو معناها كلكو سيد. الصعوبات اللي تكلم عليها والتصريح سي الحبيب راهو نجم نفدوها بحاجة معناها بروجي نقدموه للوكالة حماية التراث والتنمية نتاع التراث ولا حتى الـ EMP نجم نتغلبوا عليها. التصاريح